اعتقد ان الناس ذوي الاعاقه الخاصه وذوي الاحتياجات الخاصه بينالوا شيء غير مسبوق في تاريخهم قبل كده، واحنا بنسعد بهذا. والحقيقه كلنا لازم نبقى سبورت ليهم ومعاونين ليهم، وان شاء الله تبقى يوم جميل يتكرر في انديه اخرى، يتكرر مع ناس ثانيه، لانهم يستحقوا هذه النظره وهذه العنايه. بنخلي اللي عشان الجو يبقى مطفي عليه شيء جميل وشيء حلو، نبقى فيه لعب مع فريق نادي المقاولين العرب، يحسوا بيهم وهم يحسوا بالنادي، ويبقى عن طريقكم كاعلام وتلفزيونات بيتنقل هذا الكلام. اكيد كلنا جميعا بنشترك في شيء حلو لأولادنا دول. النهاردة ده مهرجان رياضي وقامت مباراة استعراضية للأولاد من ذوي الإعاقة الذهنية اللي كسبوا بطولة كأس مصر مؤخرا عندنا في الاتحاد، هيلعبوا مباراة استعراضية مع نادي المقاولين إن شاء الله الفريق الأول، ودي تعتبر حاجة إيجابية ولافتة جميلة يعني من نادي المقاولين. هي الفكرة جت من نادي المقاولين، قدم دعوة للاتحاد لإقامة هذا المهرجان، وطبعا إحنا شفناها حاجة جميلة جدا وحاجة فعلا فيها دافع قوي جدا للأولاد إن هم يلعبوا في وسط أسامي كبيرة بيسمعوا عنها في الدوري الممتاز، وإن ده ممكن يبقى دافع ليهم ان هم يكملوا في مست رياضه وفي كره القدم بالذات. يعني بنتكلم طبعا عن المبادره جميله جدا من الاتحاد ومبادره من نادي المقاولين، ان هم اصلا يرسموا ابتسامه على اولاد على وجوه الولاد دول، دي اهم شيء، وده اللي احنا بنسعى عليه. ده هدفنا الاساسي من ممارسه النشاط ده، ان احنا اصلا نحسسهم ان هم يعني مستواهم احسن من الاسوياء، وهم فعلا ذو همم وابطال، والحمد لله فضل عند ربنا احنا بنسعى على الكلام ده بقالنا مده، وحققنا نتائج هايله الحمد لله الفتره اللي فاتت، وحصلنا على كاس مصر وخدنا مركز اول، والحمد لله فضل عند ربنا احنا بنسعى ان احنا اصلا اللعيبه بتاعتنا تكون في المنتخب. والله دي خطوه كويسه جدا من اداره النادي ومن الجهاز ومن اللعيبه، حاجه دي اكيد هترفع من روحهم المعنويه، يعني احنا تحت امرهم في اي وقت، دي خطوه كويسه جدا وان شاء الله تتكرر يعني المره الجايه، وانا شايف انها خطوه كويسه جدا، يعني حاجه كويسه من نادي المقاولين العرب، بشكرهم عليهم يعني ان هم استضافوا الناس ديت، احنا كلنا واحد يعني، فبنشكرهم على التكريم ده، وبتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه يعني باذن الله. تبقى حاجه كويسه ويوم طبعا جميل، وكلنا بنبقى مبسوطين ان احنا بنقدر يعني نرسم زي بهجه ليهم المنتخب الاعاقات الذهنيه، يوم كويس جدا، كلنا مبسوطين ان هم موجودين، اكيد بيبقوا مبسوطين لما بيجوا يشاركونا اللحظات دي وبيجوا يشوفوا لعيبه، فاكيد بتبقى حاجه كويسه ليهم، ودي بتبقى بالنسبه لنا طبعا حاجه كويسه، هم زي اخواتنا، وعلى قد ما بنقدر بنحاول نخلي اليوم كويس ونساعدهم ان هم مروحين كده كلهم مبسوطين. جايين النهارده يوم بسبب نتكرم بسبب اللي احنا خدنا كاس مصر لذوي الاحتياجات. يوم ازاي خاصة يعني هتبقى مباراة ودية كمان مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولين؟ هو اليوم جميل الصراحة، من أول الاستضافة حلوة ويوم رائع يعني. في خلال البطولة وانتوا توجتوا بالبطولة، رأيك ايه وكانت ايه المباريات الصعبة، وفي الآخر المجهود ده اتكلل بالتتويج؟ مفيش حاجة صعبة يا ربنا، عشان احنا اجتهدنا على نفسينا وكنا شغالين من اول يعني في على طول تمارين واشتغلنا على نفسنا جامد، عشان كده ربنا وفقنا ان شاء الله. النهارده يوم جميل، يوم يعني مبسوطين ان احنا جينا المقاولين العرب، عشان المقاولين العرب بسم الله ما شاء الله يعني كرمونا وفضلونا يعني ان احنا نيجي هنا، واحنا يعني جينا هنا ومبسوطين يعني. خايف من مين النهارده في المباراة الودية؟ خايف اللعيبه المهاجمين كبار، يا ربنا يستر ان شاء الله، اعمل عليا وربنا يوفقنا يعني، واحنا بنعمل اللي علينا والتوفيق على ربنا يعني.